بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ الآن محاضرة جديدة حول نظريات النفسية التي اهتمت بالعلاج المعرفي أو عفوا العلاج الجماعي بشكل عام. تحدثنا عن السايكوديناميكس ثيرابي، وتحدثنا عن منهجيتها في العلاج، وعن الأشياء التي ترتكز عليها في علاج المرضى النفسيين بشكل جماعي، وتعرفنا على بعض رواد هذه المدرسة. اليوم سنتحدث عن المدرسة المعرفية السلوكية Cognitive Behavior Therapy Groups اللي بتهتم بالعلاج المعرفي السلوكي بطريقة جماعية. طبعا Therapist who question the value of Freudian theory and methods often base their intervention of on principles of learning and cognition. اللي عندهم كان الاخصائيين اللي عندهم كان ملاحظات او يعني عن نظرية فرويد، هم بيرتكزوا في علاجهم على التعلم بشكل اساسي، او بيركزوا في منهجيتهم على التعلم، بيركزوا في منهجيتهم على النواحي المعرفية وتغيير المعرفة ومن ثم تغيير السلوك. يعني في النهاية such approach assume that problematic throughs and behaviors are acquired through experience. يعني بيحكوا انه البروبلمز المشاكل ممكن تنحل او يعني يكون لها علاج من خلال الخبرات التعلمية اللي بيتم يعني من خلال يعني زراعها او تعلمها من خلال التدخلات التي يقوم بها الاخصائيين. هم يهتمون ايضا في المجال المعرفي، يهتمون بالتعلم، يهتمون لا لا لا, لا, لا يعني يركزون بشكل اساسي يعني او يبحثون search into clients paths for the unlimited causes of their problems. بتبحثوش عن المسببات اللامتناهية اللي عند المريض القديمة اللي بتسبب المرض، ولكنهم تحدثوا عن كيفية تعديل نظرتهم لهذه الأفكار وتغيير السلوكيات. حقيقة هم بيعتمدوا التعلم وبيعتمدوا النواحي التفكير، طريقة التفكير في نظرتهم للمرض. طبعا جوزيف هيرسي حقيقة هو من رواد هذه المدرسة، وتحدث عن انه بركز stressed teaching and learning rather than interpretation and analysis. اللي بركز اكثر شيء على التعليم والتدريس اكثر من انه من ناحيه التحليل. فبالتالي هو استخدم initially use بالبدايه، هو استخدم the group format for its efficiency. الحقيقه لقاها انها النواحي او الجروب الجماعي هو ذات كفاءه في الشغل اللي بيشتغلوا مع الناس. وطبعا هو بات جرادولي يعني بشكل تدريجي ركز على في الاول على الامور المرضيه، ثم ركز على الجسديه الفيزيكال الجسديه، ثم في بعد كده ركز على النواحي الاضطرابات النفسيه، واستخدم التعليم كطريقه للعلاج وتعديل الثقافه، واستخدم من خلال بعض الأشياء المحاضرات أو بعض اللقاءات اللي بتعمل عملية إعادة ترتيب وإعادة تنظيم للأفكار وإعادة تنظيم للمحتوى المعرفي لدى المرضى. طبعا مودر بيهيفير اند كوجنيتيف بيهيفير جروب ثيرابيست فوكس، يعني كل الناس المحدثين او الجدد في موضوع البيهيفير ايضا والكوجنيتيف بيهيفير جروب ثيرابيست ركزوا على الملاحظات اللي بيشوفوها، على السوشيال ريليشنز سكيلز، ريليشن شيب سكيلز، ركزوا على
تعديل العلاقات الاجتماعية، تعديل العلاقات، تعديل المهارات. And cognition that status that session session these behavior behavioral approaches including systematic this training behavior. يعني عملوا على موضوع انه عقول التعلم